متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم النشرة الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع الذي سنتحدث بها عن الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان أو الأسبوع الأول من شهر أيار مايو، الذي سيشهد حدثا غير معتاد ومتأخر بالنسبة لهذا الوقت من العام، واندفاع لمنخفض جوي قادم من الأراضي الأوروبية باتجاه المملكة مسببا أحوال جوية أقرب للشتوية اعتبارا من عصر يوم الثلاثاء وحتى مساء يوم الأربعاء، قبل أن تعود الأجواء إلى تصبح مرة أخرى ربيعية معتدلة مع نهاية الأسبوع، وبعد أن تكون ربيعية دافئة أيضا بداية هذا الأسبوع. نبدأ النشرة الجوية الأسبوعية بأحوال الجوية المتوقعة ليوم الأحد بمشيئة الله تعالى، والتي تتميز بالأجواء المستقرة الربيعية الدافئة مع ارتفاع قليل درجات الحرارة. تسجل في العاصمة من 23 إلى 13، في إربد من 25 إلى 12، في جبال الشرى من 25 إلى 14، في خليج العقبة من 34 إلى 23 درجة مئوية، وأجواء تكون تقريبا مستقرة مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية، في حين تنشط الرياح المثيرة للأتربة في البادية الجنوبية فتسجل معان من 29 إلى 16، وفي مناطق الشرقية البادية الشرقية أيضا هناك نشاط للرياح مسببا الأجواء مغبرة على فترات، وتكون درجة الحرارة من 30 إلى 16 درجة مئوية. يوم الاثنين في مقدمة تأثير هذا المنخفض الجوي المتوقع يوم الثلاثاء، يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى أيضا يوم الاثنين، سجل في العاصمة من 24 إلى 14، مع أجواء تكون ربيعية دافئة بوجه عام، تكون من 26 إلى 13 في إربد، 23 إلى 14 في جبال الشرى. تنشط الرياح الجنوبية في خليج العقبة مسببة رياح نشطة كأجواء، ولكنها تكون حارة نسبية من 34 إلى 23، مع ارتفاع في الأمواج متوقع يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى في العقبة، رياح قوية وموجات غبارية كثيفة متوقعة في عموم مناطق البادية الجنوبية، ربما تعمل تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية في بعض الأجزاء من البادية، وتكون 29 إلى 15 درجة حرارة في مدينة معان، وأجواء كذلك الأمر مغبرة في أيضا البادية الشرقية من 31 إلى 18 درجة مئوية متوقعة في أرويشد. يوم الثلاثاء يتزايد تأثر المملكة بمنخفض جوي سيتم تصنيفه إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة بحسب آخر المعطيات الجوية. من المتوقع أن يبدأ انخفاض على درجات الحرارة اعتبارا من ساعة بعد الظهر عقب بداية مرور لما يسمى بجبهة هوائية باردة بمشيئة الله تعالى. ستعمل هذه الأحوال الجوية والنظام هذا الجوي على هطول زخات رعدية من الأمطار اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر في أجزاء مختلفة من المملكة بمشيئة الله تعالى، سواء في الشمال في الوسط في الجنوب أو حتى في شرق المملكة. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية في العاصمة، لكنها تنخفض إلى 11 درجة مئوية في ساعات الليل، وربما تتدنى أقل من ذلك، ربما تصل إلى 9 أو 8 درجات مئوية، وتحت المراقبة الأحوال الجوية هناك. في إربد من 22 إلى 12، في جبال الشرى من 21 إلى 8 درجات مئوية، في معان من 24 إلى 11 درجة، في خليج العقبة من 32 إلى 18، أما في المناطق الشرقية من 30 إلى 13 درجة مئوية. أود أيضا التنويه بأن يوم الثلاثاء سيشهد نشاط كبير في سرعة الرياح، وبالتالي يتوقع ولا يستبعد أن تكون هناك تشكل لموجات غبارية في المناطق الصحراوية من المملكة بمشيئة الله تعالى. يوم الأربعاء الطابع الشتوي هو السائد والأقرب للأجواء متوقع، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير جدا وحاد، وتصل إلى معدلات غير مسبوقة، تصل إلى أقل بقريبا بعشرة إلى 13 درجة مئوية دون المعدل. تكون في العاصمة عمان من 16 إلى 10 درجات مئوية، في إربد من 18 إلى 11، في جبال الشرى من 14 إلى 10 درجات مئوية، 21 إلى 11 في معان، 27 إلى 20 في العقبة، و 25 إلى 13 في البادية الشرقية. تبقى الفرصة مهيئة لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى في المناطق الشمالية والوسطى وبعض المرتفعات الجبلية الجنوبية. أيضا يتوقع أن يكون الطقس باردا نسبيا في ساعات النهار وفي ساعات الليل. تنشط الرياح في المناطق الجنوبية تثير الأتربة والرمال هناك، في حين تسود رياح شديدة وموجات غبارية كثيفة تعمل على تدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية في البادية الشرقية بمشيئة الله تعالى. يرحل المنخفض الجوي مع ساعات مساء يوم الأربعاء، ويستقر الطقس يومي الخميس والجمعة مع حدوث ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، استقرار شامل على الأجواء يوم الخميس، درجة الحرارة تقريبا تكون 23 في عمان، 13 درجة مئوية في ساعة الليل، وأجواء ربيعية تكون معتدلة، والمزيد من ارتفاع درجات الحرارة يوم الجمعة مع أجواء مستقرة وتكون أجواء ربيعية
دافئة في ساعات النهار، لكنها تميل البرودة مع ساعات الليل والأجواء مشمسة بوجه عام. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية هذا الأسبوع الذي سيحتوي على منخفض جوي بشكل متأخر بالنسبة لهذا الوقت العام، جعله الله منخفض خير وبركة ومترافق مع أمطار تكون أمطار خير وبركة على الجميع. الإخوة المزارعين عليهم الانتباه من نشاط سرعة الرياح والأمطار المتوقعة الرعدية يومي الثلاثاء والأربعاء. دائما لا تنسوا متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حملوا تطبيق طقس العرب أو زوروا موقعنا الإلكتروني ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية بمشيئة الله تعالى. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.